دمي دمي هجوم علي. فانشو فانشو فانشو. قتلني قتلني اه قتلني. لا لا لا. جيجي جيجي. وعلو بسرعة. شو ابني؟ شو في؟ شو العياط؟ مع مين على الهول؟ بابا ما في شي ما في شي. بلعب ببجي بابا بلعب ببجي. بسم الله ونعم الوكيل. انت صار معك. العاب ابن العاب تأخير ربك أنا الله يخليك إياك العاب. أنا ما رح سأي مثل ما سوا فينا أبوي وأهلي. أنا رح عيش ابني بشو ما بده. رح عيش ابني ملك شو ما هو بده رح عيشه مثل ما أهلنا ربونا. الساعة هاي الشغلة لا وهي الشغلة لا. ابن العاب افتح لك بدك صار للصبح للخمسة الصبح أيوة بدك نامي ما بدك فيه. وإيمت ما أنت جعت روح كول تمام ابني؟ ماشي بابا ماشي بابا الله يخلي لي اياك اخي لقلبك الله يسلمك لك ابني هاي لك تكبر علي حتى انك تصير ارجل زلمه بالحاره هذا ابوي كمل انا شلون بتحكي مدرسة شباب يعني كلها نتمنى من الله نعطل يوم واحد انا بخليك تعطل كل الايام كل الاستراحة ايش بدك انت احلى من هيك يا دومك اللعب وببجي ايش بدك احسن من هيك بس على المدرسة لك انت بعمرك كنت ما اطيق شيء اسمه مدرسة علي الحلال الا وقت كان اهلي يبعثوني على المدرسة ويفيقوني الصباح هيك عجن اكره حياتي تعكر مزاجي تعكر يومي انا كنت مظبط لك وضعك مظبط لك سيستمك لعب ببجي تهنم بسط عيش حياتك استفدنا من المدرسه لحتى تستفيد انت يا ابني هاي الدكاتره ما استفادوا شيء هاي ابوك ايش شفته دكتور حسبي الله ونعم الوكيل مو الشغل اللي انا بشتغله من عرق جبيني والله بحياتي ما بصل لهون انا درست 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 بالاخير ما استفدنا منه شيء طلعنا من بلادنا وتهجرنا وما استفدنا ولا شيء من هالدراسه تبعنا ايش فاتتني؟ طعمتني خبز شيء لا انت وين ماي؟ دراسة ما جبتي روح ابني روح علي الحلال يا ابني لو انا عايش عيشتك والله راح اكيفك انت انبسط ما راح احسدك لعاب لعاب كمل كمل هذا ظل معكم يا صبح يا صبح يلا يلا لعاب لعاب عجيبة ابني ما بتعرف فوت اكيد عم يلعب ببجي ابني 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 شو صار مع ابنك؟ شو صار؟ والله يا ابو سعود ابني دخل بغيبوبة صار له اسبوعين ما بنعرف عايش ولا ميت حسبي الله ونعم الوكيل بس انت الحق عليك الحق عليك مو كل شيء بنقال له ايه للولد مو كل شيء فهمان عليك يا اسعد بس انا كثير بحبه لابني وبتعرفه مالي غيره وحيدي هاد لك فهمان عليك انك بتحبه بس انت هيك عم تأذيه للولد عم تأذيه يا ما بصير لك على الكمبيوتر 24 ساعة انت هيك ما عم تفيده انت هيك عم تضره وعم تنزعه هي ما اسمها محبة هي اسمها ضرر عم تأذيه للولد والله يا اسعد انا كنت افكرها انه ايش ما اعطيه وايش ما اعمله لانه والله العظيم كنت بحبه من قلبي كثير ما بعرف انه انا الشيء بده يضره وعيفه على راحته ما اختلفنا ما اختلفنا يا احمد خلي قلي الدكتور خير خير الو ايه دكتور شو